محفوظة لطيفة لطيفة بمحبة نمشي بالسيف ويا لطيفة يا لطيفة بمحبة نمشي بالسيف لا لا عندك يا في فرن جات معيد يا وقوة كاعد الله لا تكونوا ما كنبغي لا تكونوا ما كنبغي كنحبوا نموت عليه أنا طيف أنا طيف محبة ماشي بسيف ما نفرقكم يا ولاد إفران واخا يتيروا فيا بليتونا اشترجونا سير مربوط لك طبعا سرعة ترجونا المشاركة الأولى كما قلت الإخوان قبل والحمد لله أنا سيد جد سعيد والشرف ليلي وصراحة تقول تتقال أن مهرجان كبير تبارك الله ومهرجان عنده صيت عالمي ولا قلت عالمي زعما صراحة راه عالمي فضل الدورات اللي دازو تبارك الله راك شفتوهم جابوا فنانة كبار يعني صراحة اللي كيشرفوا إن شاء الله هاد الناس اللي تينقموا هاد المهرجان شرفوا البلاد على أحسن تقدير. الجمهور صراحة شحال هادي ما شتا لومبيونس نقول لك الصراحه هاد الناس هادو ناشطين والحمد لله راك شتي الجو نقي فيه عائلات وهذا المهرجان هذا هو البوان فور ديالو نقي حتى من الاستقطاب ديالو ديال الفنانه يعني كي بازي على الناس اللي عندهم صوت والناس اللي عندهم حضور والناس اللي عندهم يعني موسيقى جميله اللي كتدخل الاسره المغربيه رغم اخويا من القلب وكنتمنى ان شاء الله ربي يطول في العمر ونتلاقاو معاهم ان شاء الله الدورات المقبله ان شاء الله الا قبلوا علينا بيان سور كنحصل للشرف نكون متواجد في هذه المنصة الجميلة وهذه المدينة اللي عزيزة على قلبي وكنت كنحلم باش نجي لهذا المهرجان وتحقق لي الحلم عن طريق اللجنة المنظمة وهذا هو الفنان تيبغي دائما يجول في المناطق المغربية يعني حميد السرغيني على ما نقولوا كاع مثلا حميد السرغيني العالم كامل جالو ولكن بقات إفران واحد الغصة اللي خص بنادم يطلع ملي كتطلع بحال الحلم كتحققوا ودائما الفنان كيطمح لما هو أحسن وذاك الحلم اللي كيبغي يحققوا في المنصات العالمية وهذا هو اللي تأتى ليا في مهرجان ديال إفران وتنشكر واحد الجمهور اللي بصراحة أي فنان يتمنى يكون هذا الجمهور حاضر معاه لأنه جمهور راقي كيفهم في الأغاني العربية الشعبية ديال المغاربة كاملين سواء كان يعني كان تجاوب من جميع اللهجات بجميع الأجناس وهذا فضل ديال سيدي ربي باش نكون متواجد في المنصة. الجديد ربما لأنني عندي 28 سنة في الميدان ديالي كل سنة كندير ألبوم في الصيف هذا العام درت ألبوم بالإضافة للألبوم إن شاء الله غيكون الفيلم اللي غادي تشوفوه إن شاء الله فيلم سينمائي مطول من أول فيلم غنائي شعبي عروبي مغربي كيكون المغني الشعبي هو البطل ديالي كيحكي واحد الروايه ديال واحد الشخصيه ديال واحد لوطيري كيجي للمدينه كيبغي يحقق الحلم ديالو مع المخرج العالمي ادريس الروخ والكاستينغ في مجموعه من ممثلين معروفين كطارق بخاري سحر صديقي بوملال السروتي واللي نسيت الاسماء الاخرين يسمحوا لي والفيلم ان شاء الله غادي نطرحوه في بدايه ديال شهر 10 باش نشاركوا به في المهرجان الوطني ديال طنجه ونتمنى من الله
يروقكم ويعجب المغاربه كاملين، لاننا ما احوجنا الصناعه السينمائيه، وهذا حلم يتحقق. لا جوندا عامره كاين مجموعه من دوزنا الباح السويريه، مولاي عبد الله، اسفي، نسيت بزاف، كاين دوزنا الوطيه طنطان، عندنا دابا جاي سيدي افني بني ملال. المهم لا جوندا عامره، ويلا كثر لنا الحفلات والافراح، وهذا فضل ديال سيدي ربي. حميد السرغيني كيحبوا الناس، واخا انا تعبت كنت بغيت نخلي شي يومين نسرح فيها، ولكن نظرا للطلبات قلت للاخوان واش تقدروا تكملوا، قال لي نكملوا ان شاء الله تيفوت الصيف. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.